التاسع من رمضان. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع عنك أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صيامك وفطرك سواء. لذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جهل علينا أن نقول إني صائم، ونكررها لنبرمج أنفسنا على الهدوء أثناء الصيام. عزيزي المستمع، هل تعرف أجر زيارة المريض؟ ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك، 70,000 من الملائكة يدعون لك لزيارة قد لا تأخذ من وقتك نصف ساعة. جرب أن تزور مريضا وتذكر 70,000.